السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى الكلام عن أهم المصنفات في أحاديث الأحكام. وكنا قد ذكرنا بالأمس 16 كتابا، آخرها كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 17 كتاب المقرر على أبواب المحرر، المقرر على أبواب المحرر، ومؤلفه جمال الدين أبو العباس يوسف ابن ماجد ابن أبي المجد المقدسي الحنبلي، المتوفى سنة 783 للهجرة. وهذا الكتاب رتبه مؤلفه على ترتيب كتاب المحرر، وهو كتاب معروف في الفقه الحنبلي، ومؤلفه مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، وتوفي مجد الدين سنة 652 هجرية. وتبلغ أحاديث كتاب المقرر 2266 حديثا. وطريقته فيه أنه يذكر الحديث، فإذا كان مما أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى جعله مهملا بلا علامة، يعني لا يذكر عزوا، فإذا أهمله من العزو فهو علامة أنه أخرجه البخاري ومسلم، وما عدا ذلك يذكر من أخرجه من الأئمة، ويشير بقوله رواه الخمسة إلى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع. والمؤلف له عناية بذكر اختلاف ألفاظ الحديث الواحد والإشارة إلى تعدد رواة الحديث الواحد، وله أيضا عناية بالحكم على الحديث وعلى الرواة. الكتاب 18 كتاب مصابيح السنة، ومؤلفه هو الإمام محيي السنة البغوي رحمه الله تعالى، وتوفي البغوي سنة 516 للهجرة. رتب البغوي أحاديث الكتاب على أبواب الفقه، إلا في أوله فإنه ذكر باب الإيمان ثم كتاب العلم، وكذلك في آخره فإنه ذكر كتاب الإمارة والقضاء والجهاد والطب والرؤية والرقاق وكتاب الفتن. وإلا فأغلب أبواب الكتاب هي أبواب فقهية، فلهذا ذكرناه ضمن كتب أحاديث الأحكام. تبلغ أحاديث المصابيح 4931 حديثا. وطريقته في الكتاب أنه يقسم أحاديث كل فصل فيه إلى قسمين، يصدر القسم الأول بقوله من الصحاح، ويصدر القسم الثاني بقوله من الحسان. ويعني بقوله من الصحاح يقصد به ما أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه أحدهما، ويعني بقوله الحسان ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة. وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فإنه لو أراد صحة الحديث فيوجد في غير الصحيحين صحيح كثير. وأما الضعيف من الأحاديث فيشير إلى ضعفه، وأما الأحاديث المنكرة والموضوعة فيعرض عن ذكرها. الكتاب 19 كتاب مشكات المصابيح، مشكات المصابيح،
ومؤلفه ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي المتوفى سنة 741 للهجرة، ومشى في هذا التأليف على طريقة الكتاب السابق وهو مصابيح السنة للبغوي من حيث ذكر الكتب والأبواب، وقسم كل باب غالباً إلى ثلاثة فصول، أولها فيما أخرجه الشيخان أو أحدهما، والثاني فيما أورده غيرهما من الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة إلى آخره، وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة وقد تضم أحياناً آثاراً عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. تبلغ حديث كتاب المشكات 6285 حديثاً. العشرون كتاب غاية الإحكام في أحاديث الأحكام، غاية الإحكام بكسر الهمزة في أحاديث الأحكام، ومؤلفه محب الدين الطبري الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 694 هجرية، وكان إمام الحرم المكي، وهو كتاب جامع قيم من أكبر ما ألف في أحاديث الأحكام. ولهذا قال مصنفه رحمه الله في مقدمة كتابه: وبعد، فقد وفق الله جل وعلا إلى تجريد أحاديث الأحكام على سبيل الإكثار، على سبيل الإكثار مع الإحكام. رتب محب الدين الطبري رحمه الله رتب كتابه على ترتيب كتب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة 476 هجرية، على ترتيب كتبه الفقهية كالتنبيه والمهذب. وقد جمع المؤلف أعني الطبري في كتابه ما ذكره الإمامان عبد الحق الإشبيلي ومجد الدين ابن تيمية، جمع هذين الكتابين في كتابه وزاد عليهما من كتب السنة، فصار كتابا حافلا كما قلنا من أكبر كتب أحاديث الأحكام. واصطلاحه فيه أنه إذا قال أخرجه السبعة فالمراد الشيخان وأحمد وأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال أخرجه الخمسة فالمراد أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال أخرجه الأربعة فالمراد أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا اصطلاح خاص أيضا، يعني يقول أخرجه الأربعة لا يقصد أصحاب السنن الأربعة، وإنما يقصد الإمام أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي. وإذا قال أخرجه الثلاثة فالمراد أبو داود والترمذي والنسائي. وكان إذا ساق الحديث يسوقه بتمامه ولا يقتصر على موضع الشاهد منه ولو كان حديثا طويلا، وبين السبب الحامل له على هذا، لأن كثيرا من كتب أحاديث الأحكام يختصرون في الأحاديث الطويلة وقد يقتصرون على موضع الشاهد فقط، أما هو فكان يورده بتمامه ولو طال. وبين السبب الذي حمله على ذلك بقوله: إنه قد يكون في غضون الحديث الطويل، غضون بمعنى ثنايا، يعني يكون في ثنايا الحديث الطويل أحكام لا تظهر للجامع أو للسامع في بادئ النظر، وإنما تستخرج بالفكر والصبر، يعني الاختبار والنظر والتأمل، فذكر الحديث برمته احتياطاً رجاء أن يظهر للناظر فيه على التأني ما لا يظهر للسامع في الحالة الراهنة، ولأن في الوقوف على الحديث بكماله فوائد جمة كمعرفة دليل الحكم
واستزادة علم بقضية معجبة ينشرح الصدر بالوقوف عليها، ولفظة غريبة تنبه على معناها، وإشكال تحله وتكشف مشكله، ومخالفة حديث آخر يوهم التضاد فتجمع بينهما، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، إلى غير ذلك من الفوائد. انتهى كلامه بشيء من التصرف والتقديم والتأخير. تبلغ حديث هذا الكتاب غاية الإحكام حسب الطبعة الموجودة 13265 حديثا، على نقص كبير في الطبعة الموجودة، وإلا فحديثه أكثر من هذا. 21 كتاب الغرام بأدلة الأحكام، كتاب الغرام بأدلة الأحكام، ومؤلفه الإمام الحافظ قطب الدين الخيضري بفتح الخاء وإسكان الياء وكسر الضاد وكسر الراء، الخيضري، المتوفى سنة 894 هجرية، وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر رحمه الله. هذا الكتاب هو في أحاديث الأحكام، لكنه يذكر أحيانا في أول الباب أو في أول الكتاب بعضا من آيات الأحكام. فلأجل هذا، لأنه ذكر يعني شيئا من آيات الأحكام مع حديث الأحكام، لأجل هذا عبر بكلمة أدلة ولم يعبر بكلمة أحاديث في عنوان الكتاب، قال كتاب الغرام بأدلة الأحكام، ولم يقل بأحاديث الأحكام ليشمل الآيات والأحاديث. وذكر المؤلف رحمه الله في أول كتابه غرضه، وهو أنه أراد جمع أدلة الأحكام على مذهب الإمام الشافعي، وجمعه من كتب السنة المعروفة، ومن منهجه أنه إذا كان الحديث في الصحيحين وفي غيرهما اقتصر على العزو إليهما بقوله أخرجاه، إذا قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم معا، وأما إذا كان في أحد الصحيحين صرح به، يعني قال البخاري أو قال مسلم، وإذا قال رواه الأربعة فمقصوده أصحاب السنن الأربعة، وإذا قال رواه الثلاثة فالمقصود أبو داود والترمذي والنسائي، وإذا كان في غير هذه الكتب صرح بمن أخرجه من الأئمة. ومن منهجه بيان درجة الحديث صحة وحسنا وضعفا، وبيان بعض علل تدعو الضرورة إلى ذكرها. وإذا كان في المعنى الواحد عدة أحاديث فإنه يقتصر على أوضح الأحاديث دلالة على الحكم. تبلغ أحاديث هذا الكتاب 1892 حديثا. 22 كتاب الإعلام بأحاديث الأحكام، الإعلام بأحاديث الأحكام، ومؤلفه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 926 هجرية. رتبه مؤلفه على ترتيب أبواب الفقه عند الشافعية، وتبلغ أحاديث الكتاب 619 حديثا. وكثير من أحاديث هذا الكتاب هي من أحاديث الصحيحين أو أحدهما، وينقل من غيرهما من كتب السنن وغيرها، مع العزو المختصر لمن أخرج الحديث وذكر من صححه، كقوله مثلا: رواه الترمذي وغيره وصححه البيهقي،
أو يقول رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم أو وصححه الطحاوي، فيذكر الحكم على الحديث باختصار ويكثر من كلمة وغيره، يعني يختصر في العزو. الثالث والعشرون كتاب عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة، ومؤلفه مرتضى الزبيدي الحنفي المتوفى سنة 1205 هجرية. أورد في هذا الكتاب أحاديث الأحكام التي رواها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، مما وافقه عليه الأئمة الستة، أعني الصحيحين والسنن الأربع، أو وافقه بعضهم، بعض الكتب الستة، وقد يذكر غيرهم تبعا لهم، لكن المهم أن يكون الحديث الذي رواه أبو حنيفة موجود في الكتب الستة أو في بعضها، هذا شرطه. فإن كان للإمام أبي حنيفة حديث من أحاديث الأحكام ولم يخرجه أحد من أهل الكتب الستة لم يعرج عليه، لم يذكره، لكنه نبه على أنه يوجد أحاديث صحيحة في غير هذه الكتب، يعني أراد بهذا التنبيه ألا يفهم القارئ أن ما عدا الكتب الستة فأحاديثها غير صحيحة، فأراد أن يستدرك وينبه أن هذا مجرد اصطلاح له ومنهج في الكتاب، وإلا فتوجد أحاديث صحيحة في غير الكتب الستة. إذا جاء إلى المسألة الفقهية بعد ذكر الرواية عن أبي حنيفة، فإنه يذكر حجة الحنفية وحجة غيرهم من الأحاديث ولو في غير هذه الكتب، يعني إذا جاء عند الاستدلال يتوسع، فيقول مثلا ومن حجة الإمام ما أخرجه الطحاوي والبيهقي إلى آخره، فيذكر عند الاستدلال على المسألة الفقهية أحاديث أخرى ليست في الكتب الستة. ورتب كتابه بذكر الاعتقاديات أولا، ثم ذكر العمليات يعني أحكام الفقه الفروع، ورتبها على ترتيب الكتب الفقه عند الحنفية. وأطال المؤلف رحمه الله في بيان منهجه في الكتاب، فليراجعه من أراد التوسع. الرابع والعشرون كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه، مجموع الحديث على أبواب الفقه، ومؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206 هجرية. تبلغ أحاديث هذا الكتاب ما يقارب 4600 حديث، هذا ما عدا الآثار الأخرى المروية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وفتاوى العلماء المجتهدين. رتب المؤلف كتابه على الأبواب الفقهية، وشملت كل أبواب الفقه إلا أبوابا يسيرة، مثل كتاب الفرائض وكتاب العتق. والمؤلف يعنى بذكر أقوال أئمة الاجتهاد لا سيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وينقل الإجماع على المسائل الفقهية في كثير من المواطن، ويذكر الحكم على الحديث في كثير من المواضع، وما قيل في الرواة جرحاً وتعديلاً. الخامس والعشرون كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، مؤلفه القاضي العلامة الحسن بن أحمد الرباعي بضم الراء المتوفى سنة 1276 هجرية رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام الشوكاني رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب كبير حافل، تبلغ أحاديثه 6531 حديثا، واعتمد فيه مؤلفه على كتاب المنتقى لمجد الدين بن تيمية
وزاد عليه من كتاب جامع الأصول لابن الأثير وبلوغ المرام لابن حجر ومجمع الزوائد للهيثمي والترغيب والترهيب للمنذري والجامع الصغير وذيله والجامع الكبير وكلها للسيوطي والبدر المنير وخلاصة البدر المنير كلاهما لابن الملقن وجامع المسانيد لابن كثير والمستدرك للحاكم والتلخيص الحبير وفتح الباري كلاهما لابن حجر. هذه مراجعه في الكتاب. ومن منهجه أنه كان يذكر عقب كل حديث الكلام عليه من تصحيح وتحسين وتضعيف، فأحيانا يذكر حكمه هو، وأحيانا يكتفي بذكر حكم غيره من الأئمة. السادس والعشرون كتاب أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي. أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي، ومؤلفه الشيخ فالح بن محمد الظاهري المدني رحمه الله، المتوفى سنة 1328 هجرية. المؤلف يبدأ الكتاب بمن أخرج الحديث من الأئمة، فيقول مثلا: رواه أبو داود عن بلال بن الحارث، أو يقول مثلا: روى إسحاق في مسنده عن حكيم بن حزام، وهكذا. ومن اصطلاحه كلمة الشيخين إذا قال الشيخان فالمراد البخاري ومسلم، وإذا قال الخمسة فأحمد وأصحاب السنن الأربعة، وإذا قال الأربعة فأصحاب السنن الأربعة. لكن مع ذلك لا يطرد منهجه أحيانا، كقوله في صفحة 152: وروى أحمد والأربعة، وكان ينبغي أن يقول الخمسة، رواه الخمسة. السابع والعشرون كتاب آثار السنن، ومؤلفه الشيخ محمد علي النيموي، المتوفى سنة 1322 هجرية رحمه الله تعالى. جمع المؤلف في هذا الكتاب الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مع عزوها لمن أخرجها، مع ذكر الحكم على الحديث صحة وضعفا. وعدد أحاديث الكتاب 1113 حديثا، ورتبه على ترتيب أبواب الفقه عند الحنفية. الثامن والعشرون كتاب أصول الأحكام، كتاب أصول الأحكام، ومؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي، المتوفى سنة 1392 هجرية رحمه الله تعالى. والكتاب يذكر فيه مؤلفه آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، فلأجل هذا أتى بعبارة بكلمة أصول بدل كلمة أحاديث، يعني قال أصول الأحكام، والأصول معناها الأدلة، فهي تشمل الآيات والأحاديث. يبدأ المؤلف الباب أو الفصل بآيات الأحكام، ثم يذكر الأحاديث ومن أخرجها من الأئمة، ويذكر الحكم على الحديث. هذا ما يتعلق بأهم الكتب المؤلفة بأحاديث الأحكام، وليست جميع الكتب المؤلفة. والفقرة السادسة الأخيرة هي الكلام عن أهم شروح كتب أحاديث الأحكام، والشروح كثيرة بحمد الله، لكن سوف نقتصر على بعضها. الكتاب الأول الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ومؤلفه الحافظ الإمام الحافظ سراج الدين ابن الملقن رحمه الله تعالى، المعروف بابن النحوي، المتوفى سنة 804 هجرية. وهذا الكتاب هو شرح على عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وهذا الشرح شرح كبير حافل، طبع في 10 مجلدات، والمجلد الحادي عشر في الفهارس.
واستفاد مؤلفه من بعض شروح العمدة التي سبقته وزاد عليها من غيرها، فجاء كتابا واسعا مشحونا بالفوائد. اهتم المؤلف فيه بالتعريف برواة الحديث وضبط ألفاظ الحديث وإعراب ما يشكل وبيان غريب الحديث وما يستنبط من الحديث من الأصول والفروع والآداب والجمع بين مختلف الحديث وإيضاح ما فيها من ناسخ ومنسوخ، مع بيانه للمذاهب الفقهية الواقعة فيه، مع الاستدراك على من أخطأ فيه، أي في ذكر الحديث في ذكر شرح الحديث، مع الاستدراك على من أخطأ في شرح الحديث من الشراح السابقين. وقد نبه مؤلفه فيه على شيء مهم يخطئ فيه بعض شراح أحاديث الأحكام، وكذلك هذا الخطأ يقع فيه بعض من يتصدى لشرح أو لتفسير آيات الأحكام. حيث قال: وأعرض عما فعله بعض الشراح من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز مسح الخف مثلا فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي تكلم عليه، وإن أمكن فبطريق مستبعد. انتهى كلامه رحمه الله. يعني بعض الشراح يذكر الحديث مثلا في كما قال مسح الخف، ثم يورد تحت الحديث مسائل هذا الباب، أي الأحكام المتعلقة بمسح الخفين، حتى لو كانت أحكاما لا يدل عليها الحديث، وكأن هذا الشارح انتقل من شرح الحديث إلى كتاب من كتب الفقه، وكتب الفقه غير كتب شرح الحديث، هذا فن وهذا فن، هذا علم وهذا علم. فهذا تنبيه حسن، ويقع فيه أيضا بعض من يشرح أو يفسر آيات الأحكام، فيأتي إلى آية من آيات التي تتعلق مثلا بالطلاق، ثم يأتي فيقول: المسألة الأولى تعريف الطلاق لغة واصطلاحا، المسألة الثانية اختلف الفقهاء في كذا، الثالثة، ويبدأ يتكلم عن أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي. طيب أين هذا مع الآية؟ يعني هل هذه الأحكام تستنبط من الآية؟ فكأن هذا المفسر لآية الأحكام انتقل من تفسير آية الأحكام إلى علم الفقه، وهذا خطأ. الكتاب الثاني: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، ومؤلفه الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 1250 هجرية. وهذا الكتاب شرح به مؤلفه كتاب المنتقى لمجد الدين بن تيمية الذي مر معنا في الدرس السابق. وكتاب نيل الأوطار كتاب كبير حافل، طبع في 16 مجلداً، الأخير منها في الفهارس. ومما تميز به هذا الشرح أنه يبين اختلاف ألفاظ الحديث وما قيل في الحديث صحة وضعفا، وكذلك استنباط الأحكام من ألفاظ الحديث، وبيان وجه الدلالة عليها، وبيان أقوال العلماء فيها، ومن احتج منهم بالحديث ومن لم يحتج منهم به، ويذكر حجة كل فريق مع تبيين الراجح بالإنصاف والتجرد التام. وأيضا أنه يذكر تعليقات صاحب الأصل في ثنايا الشرح، يعني لما شرح المنتقى نقل تعليقات مجد الدين بن تيمية صاحب المنتقى في ثنايا الشرح، وهذا يعني صنيع حسن. وأيضا مما تميز به نيل الأوطار ذكره للقواعد الأصولية
وتطبيقها على نص الحديث والإشارة إلى كونها من أسباب الخلاف في المسائل الفقهية إلى غير ذلك من المزايا الكثيرة في هذا الكتاب المبارك، كتاب نيل الأوطار. الكتاب الثالث طرح التثريب في شرح التقريب، طرح التثريب في شرح التقريب. وهذا الكتاب هو شرح لكتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين العراقي الذي مر معنا في الدرس السابق. وأما الشارح فهو اثنان، بدأ بالشرح مؤلفه، مؤلف الأصل يعني مؤلف التقريب، بدأ بشرحه في حياته، أعني الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة 806 للهجرية، ثم مات قبل إكماله، يعني شرح مواضع منه متفرقة ليست متتابعة، يعني شرح قسما صغيرا من أوله ثم ترك بعض الأبواب ثم شرح قطعة أخرى، ثم أتمه ابنه الإمام الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 826 هجرية. وهو كتاب كبير طبع في 7 مجلدات، وفي بعض طبعاته القديمة 8 مجلدات. وابتدأ مؤلفه بالترجمة لرواة أحاديث الأصل، يعني أحاديث رواة أحاديث التقريب، وأطال في ذلك حتى إن المجلد الأول كله في الطبعة القديمة كلها ترجمة رواة. ثم شرع في شرح الأحاديث فأفاد وأجاد وشحنه بالفوائد الحديثية والفقهية والأصولية واللغوية. وطريقته فيه أنه يذكر الحديث ثم يقول فيه فوائد، الأولى كذا الثانية كذا إلى آخره، وقد تطول الفوائد التي يذكرها، حتى إنه ذكر في كلامه على حديث إنما الأعمال بالنيات ذكر 63 فائدة. الكتاب الرابع كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وطبع بعنوان آخر يعني قريب من هذا، إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام، إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. مؤلف الكتاب هو الإمام الحافظ تقي الدين ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 702 هجرية، وهو شرح على كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله الذي مر معنا في الدرس السابق. وهذا الشرح هو من خيرة شروح العمدة بل هو أحسنها. قال الأدفوي في الطالع السعيد: لو لم يكن له إلا ما أملاه على العمدة لكان عمدة في الشهادة بفضله والحكم بعلو منزلته في العلم ونبله. الكتاب طبع في 4 مجلدات وأملاه إملاء، يعني هذا الشرح على ما فيه من إتقان ودقة، فإنه يعني وقع إملاء وليس تصنيفا باليد، ليس كتابة وإنما أملاه إملاء. وتعرفون الذي يملي ليس مثل الذي يكتب، ومع ذلك فخرج على هذا النحو البديع. يبدأ الكلام على الحديث بترجمة راويه الأعلى، ثم يقول بعد ذلك: ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها كذا الثاني كذا إلى آخره. وأحيانا يذكر الحديث ثم يقول فيه مسائل، الأولى كذا الثانية كذا. وأحيانا يشرع في شرح الحديث مباشرة من غير تفقيره إلى مسائل أو وجوه. والكتاب مشحون بالفوائد اللغوية والحديثية والأصولية والفقهية.
وهذا الكتاب قد حش عليه الإمام الصنعاني ابن الأمير الصنعاني رحمه الله المتوفى سنة 1182 هجرية، حش عليه حاشية نافعة جدا اسمها العدة، العدة على شرح العمدة، طبعت في 4 مجلدات، كتبها مؤلفها حين كان في مكة، وطبعت مع الشرح الطبعة الأخيرة في 7 مجلدات والقديمة في 4 مجلدات، وهي حاشية نفيسة جدا وفيها حل لبعض الإشكالات الواردة في الشرح وتعليق عليه وتعقبات عليه، أيضا فيها بعض التعقبات. الكتاب الخامس شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. الأصل المشروح هو كتاب الإلمام لابن دقيق العيد رحمه الله المتوفى سنة 702 هجرية، والشرح له، فالمتن يعني الأصل والشرح كلاهما لنفس المؤلف، لكن هذا الشرح طبع غير تام، لم يطبع منه إلا قطعة صغيرة وأكثره غير موجود، ثم هذا غير الموجود، إما أنه لم يوجد أصلاً يعني لم يكتبه مؤلفه، أو أنه كتبه وفقد، الله أعلم بذلك. المهم أن الذي طبع منه قطعة صغيرة جداً، طبعت في 5 مجلدات، وهو شرح كبير حافل لم يؤلف مثله في بابه، ليس في شروح الأحاديث مثل هذا الكتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام. ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: لا مثيل له في الحسن، لا مثيل له في الحسن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أتى فيه بالعجائب، أتى فيه بالعجائب الدالة على سعة دائرته في العلوم خصوصا في الاستنباط. ذكر مؤلفه في مقدمته طريقته في الشرح ومقاصده منه، فذكر 12 مقصدا، والكتاب مشحون بالفوائد اللغوية والحديثية والفقهية والأصولية وغير ذلك. ومن لطيف فوائده ما ذكره في صفحة 171 في المجلد الأول، حيث قال: ينبغي للفقيه المستدل بلفظة من الحديث إذا نسب الحديث إلى كتاب أن تكون تلك اللفظة التي تدل على ذلك الحكم الذي اختاره موجودة في ذلك الكتاب بعينها، ولا يعذر في هذا، ولا يعذر في هذا كما يعذر المحدث، لأن صناعته يعني الفقيه، لأن صناعته تقتضي النظر إلى مدلول الألفاظ، وأكثر نظر المحدث فيما يتعلق بالأسانيد ومخارج الحديث، والنظر في مدلول اللفظة المعينة، والنظر في مدلول اللفظة المعينة خارج عن غرضه يعني عن غرض المحدث، وهو متعلق غرض الفقيه عينا يعني فرضا. وعلى هذا ينبغي أن تتفقد التراجم التي يذكرونها في المصنفات، فإن دلت الترجمة على الحكم الذي يريد إثباته باللفظة المعينة ثم قال أخرجه فلان ولم تكن تلك اللفظة التي هي عمدة دليله موجودة في تلك الكتب، كان متسامحا أو مخطئا. انتهى كلامه باختصار رحمه الله. الكتاب السادس سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. وهذا الكتاب هو شرح على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأما الشرح فهو لابن الأمير الصنعاني رحمه الله المتوفى سنة 1182 هجرية.
هذا الكتاب اختصره مؤلفه من شرح سابق عليه على كتاب بلوغ المرام اسمه البدر التمام للقاضي شرف الدين الحسين بن محمد المغربي، لكنه أعني الصنعاني زاد عليه زيادات وفوائد جمة. وكتاب سبل السلام كتاب مشهور متداول ومقرر في بعض الجامعات. الكتاب السابع كتاب إعلاء السنن، كتاب إعلاء السنن بالهمزة، إعلاء السنن، مؤلفه الشيخ ظفر بن أحمد أو ظفر أحمد العثماني رحمه الله، المتوفى سنة 1394 هجرية، وهو شرح على كتاب إحياء السنن للشيخ أشرف علي التهانوي رحمه الله، المتوفى سنة 1362 هجرية. وكتاب إعلاء السنن أعني الشرح كتاب واسع كبير، طبع في 22 مجلدا، طبع في 22 مجلدا، الأخير منه في الفهارس. وهذا الكتاب يعنى ببيان وجه دلالة الحديث على الأحكام، ويتوسع في ذكر الخلاف الفقهي في المسألة المتعلقة بالحديث، يتوسع في ذكر الخلاف الفقهي لكن في المسألة المتعلقة بالحديث، حتى إنه كتب في مسألة المسح على العمامة كتب أكثر من 20 صفحة. والكتاب مفيد جدا من الناحية الحديثية والفقهية والأصولية. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.